بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الأستاذ الدكتور عمر شبل، أستاذ علاج الأورام والطب النووي. بوجه كلامي طبعا لزملائي الأطباء جينيور، زملائي الأطباء الممارس العام، زملائي الأطباء الجدد، بأهمية الأورام. احنا هنتكلم النهاردة في المؤتمر 21 لجامعة الأسكندرية، واللي بيضم نخبة من جميع أساتذة الأورام على مستوى جمهورية مصر العربية وعلى مستوى العالم كذلك وعلى مستوى الخليج العربي. احنا أهمية الكشف المبكر للأورام قبل المريض ما يوصل لنا ويوصل لنا في مرحلة متأخرة، بنتمنى ان كنتوا تؤدوا دوركم بنجاح، لان اساسا المريض مريضكم، واساسا المريض معاكم، واساسا المريض انتوا اللي بتكتشفوا ذلك الامر بسهولة جدا. فحص اشعة، فحص معمل، كشف طبي بطريقة يعني فيها معلومة او فيها فهم لمدى خطورة الأورام هتوصلنا الى معلومة طيبة وهتفيدنا جدا في هذا الموضوع. متشكرين جدا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.